سلام كبيدات، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن حال. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه زوينه ديال الناس اللي عندهم الكحوليه هنا، تكون عندهم الكحوليه هنايا فهاد البليصات هادو، كيكون الكحوليه عندهم هنايا في الركبه. هاد الوصفه هادي زوينه بزاف، كتبيض هاد المنطقه هادي وكتحيد السواد ديال هاد البلايص هادو وكترجعهم بيضين بيضين ما شاء الله غزالين. وصفه سهله وما غاديش نطول عليكم كبيدات، عفاكم قبل ما نبدا نعطيكم الوصفه. ما تنساونيش بواحد اللايك، وما تنساش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي كتبغيو، وما تنساونيش بواحد التعليق زوين بحالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا لكم بزاف. وكنتمنى ملي نلوح الفيديو انكم تهجموا عليه، يعني نكون كنحط لكم في المنتدى فوقاش كنحط الفيديوهات ديالي. كنتمنى ملي نحط الفيديو انكم تدخلوا وتشوفوا، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. المهم ما نطولش عليكم الفيديو ديالي، الوصفه جد سهله وفي متناول الجميع. وغي اطيح عليك اختي غير بعشرة ديال الدراهم، يعني غير ما بغيتيش انك تبيضي هاد المنطقه هادي. وصفه سهله، كنجيبوا هاد كريم ديال الجليسيرين، يا اما هذا يا اما هذاك الضاير هكا مدور بحال اللي عندك في الدار الصغير ولا الكبير ولا هذاك الضاير ولا هذا اللي عندك. المهم يكون كريم ديال الجليسيرين. وغادي يحتاجوا هنايا واحد ربع ديال الحامض، ربع ديال الحامض. الطريقه ديال الاستعمال جد 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 سهله. غادي نشدو هاد الحامض هذا ديالنا هذا، وغادي نعصروه بحال هكايا. هانتوما ها هي كنعصروا الحامض ديالنا، ها هو احنا عصرناه صافي. نحيد هاد العظم هذا، وغادي نشدو هاد الكريم ديال الجليسيرين وغادي نحطوه عليه بحال هكا. شوفوا البنات، انا هنايا راه درت الحامض بزايد، يعني نتوما غادي اي قطرات اي قطرات ديال الحامض، راه ماشي بزاف. المهم غادي ندير عليه هكا يا الكريم بحال هكا، شتو بحال هكا. يا هو هذا، هو هذا البنات الحامض، وها داك الكريم ديال الجليسيرين. وغادي نحركو مزيان بحال كنحرك غير بصبعي هنا باش نوريكم الكبيدات ديالي. ها نتوما غادي تحركو هادشي مزيان بحال هكذايا. من الاحسن انكم ديروا غير شويه ديال الحامض، انا راني كثرت جاني شويه جاري. المهم كتشدوا هاد الكريم هذا، هاد الكريم انا نحط هنايا باش نوريكم، وغتبقاو تحطوا هاد المنطقه هادي هكا، وتبقاو انكم بحال كديروا مساج بحال هكذايا، شتو بحال هكذايا. وتحطو عاوتاني هنايا ديرو هكايا بحال هكذايا بحال كديري مساج. حاولوا انكم ديروه شويه، ديروا غير قطرات ديال الحامض. انا هنا راه جريتو درتو درت الحامض يعني درت الحامض بزايد صافي. كتبقاو انكم ديروا هاد البلايص هادو هانتوما بحال هكذايا. كبيدات اللي عندها الحساسيه من الحامض بلاش هاد الوصفه ما ديرهاش، اللي ما عندهاش الحساسيه ديرها. وواحد الحاجه ما ديروهاش لوجهكم، ما ديروهاش لعنقكم، وياكم هاد الوصفه ماشي ديال العنق وماشي ديال الوجه، هادي غير هاد البلايص هادو وهاد البلايص هادو اللي الا عندك هكذايا كحل ولا الركبه صافي صافي. كتبقاي البنات بحال هكذايا بحال شكل مساج بحال هكذايا. عاوتاني منعاودش ليكم البنات هاد الوصفه هادي راه هكا كتبيض كتحيد. كاين اللي عندهم هاد البلايص هادو فيهم كحوله كتبيض وكتحيد الكحوله صافي. كديريها بحال هكذايا وكتخليها لمده ساعه صافي. كتغسلي يديك بالصابون بالماء والصابون، كتغسلي يديك هكذايا بالماء والصابون وكتبقاي هكايا كديري مساج لهادو. المهم كتحاولي انها تدخل ليك البشره ديالك صافي بحال هكذايا. وكتخليوها البنات مده ساعه، نتوما جالسين نتوما كتماصيو يديكم بحال هكذايا باش هذيك باش يدخل لكم مزيان داك البرودوي صافي. وكبيدات ديالي اللي عندها الحساسيه من الحامض بلاش بلا ما ديرها. المهم انا كنقول لكم اللي عندها الحساسيه ما ديرش هذه الوصفه هذه، اللي ما عندهاش الحساسيه من الحامض ديرها. المهم كما قلت لكم هذه الوصفه راه كدير غير هاد البلايص هادو واليدين هاد هنايا الكوعين والركبه صافي، ما ديروها لا عنقكم لا وجهكم وياكم صافي. محدكم كتماصيو بحال هكذايا وهذاك المكونات انا شي مرات كندير لها هكذا حقاش هي كتبيض ها نتوما.
كتبيض، كتعطي واحد النضارة وواحد الإشراقة وواحد الرطوبة اليدين. المهم جلسوا بها لمدة ساعة ديال المكانة، مدة ساعة، وغسلوا يديكم بالماء والصابون. وهاد الوصفة هذه الكبيرة ديالي منين ديروها وياكم انكم تخرجوا بها للشمس، وياكم ما تخرجوش بها الشمس، يعني ديروها بالليل نتوما جالسين كتفرجوا، ديروها جلسوا بها هكذا يا ساعه. لا بغيتوا تنعسوا بها ما كاين حتى شي مشكل، ولكن كتخافوا ان اللي عندها الحساسيه تمشي دير لها شي التهابات ولا شي حاجه، من الاحسن جلسوا بها غير ساعه وغسلي يديك بالماء والصابون. انا كنديرها هكا كتنشف من يدي، كتنشف في يدي كاع، ما كتبقاش يعني كتشرب ما كتبقاش باينه. هكا كنجلس بها شحال عاد نوض نغسلي يديا. المهم هادي كنخليها، انا كنت كنديرها هكذايا كنخلط، وكتجيني شويه عاقده على هادي. هادي انا راه كثرت الحامض، ديروا غير قطرات ديال الحامض باش ما تجيكمش جاريه. وفوق ما كنبغي انني نسالي الشغل ديالي ونبغي نجلس، كنشد شويه بحال هكذايا وكندهن بهم هكذا تنجلس بهم شحال عاد نوض نغسلي يدي. المهم نتوما كنتو باغي ساعه ديال المكانه، وغسلي يديكم بالماء والصابون. بصراحة الوصفة زوينة وكتبيض حتى اليدين، وكتحيد البنات الكحولة من هنا، كتحيد والله العظيم إلا كتحيد الكحولة من هنا. ما البلايص هادو كيبياضو ليكم، ما كيبقاوش عندكم كحل، وحتى لهاد البلايص هادو كيبياضو ليكم ما كيبقاوش كحل، يعني كتحيد ليكم كاع داك الحاجة الكحولية اللي في الجسم اللي في اليدين ديالكم. كويدات ديالي هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انها تكون عجباتكم. وما تنساونيش كبيدات بواحد اللايك، وما تنساوش انكم تكتبوا لي شي تعليق زوين بحالكم، كنحمق وتيعجبني الحال منين كتكتبوا لي، ملي كتكتبوا لي التعليق والله الا كنفرح، خصوصا الناس اللي كيجربوا الوصفات ديالي كيقولوا لي يا اختي راه حنا جربنا هذه الوصفه هذه وصدقت لينا وجات معنا، كنفرح بزاف بزاف بزاف. وملي كتخليوا لي تعليق كنحس بالاهتمام ديالكم، حتى نتوما كتبادلوني نفس الشعور. لهذا كنقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا على المشاهدات ديالكم، شكرا على البارطاج ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. غير حاجه وحده كبيده، وكنتمنى انكم ديروها لي هي من اللح الفيديو يكون يلاه لحتو، انكم تهجموا عليه وتفرجوا فيه كامل عافاكم. راه شحال من واحد يكتب لي تعليق كنعرفوا انه ما تفرجش في الفيديو كامل، يعني ملي ما كتكونيش مفرجه في الفيديو كامل كتحسي كيسولك شي سؤال وان راه كلشي طرحاه في الفيديو، يعني ما كتفرجي في الفيديو من الاول حتى الاخير كتفهمي علاش الفيديو علاش كيهضر، وكتكوني عارفه يعني كاع اي اسئله اللي غادي تسوليني عليها كنكون حطاها في الفيديو. لهذا كبيدات من الاحسن انكم تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان، وانكم نشرح لكم يعني شحال من وحده كتاخذ غير هذيك الدقيقه ولا جوج دقائق وكتخرج ما كتكونش فاهمه مزيان. هادشي اللي بغيت نقصد لكم كبيدات، وكنبغيكم وكنحمق عليكم بزاف 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 بزاف. المهم ما نطولش عليكم، تهلاو ليا في راسكم ومع السلامه. وفيديو جاي ان شاء الله، واي تساؤل اي حاجه بغيتوني نهضر لكم عليها خليو لي في الكومونتير، شي حاجه ما فهمتوهاش خليو لي في الكومونتير بكل فرح. تهلاو ليا في راسكم ومع السلامه.